اهلا بكم يا جماعه في حلقه جديده من سلسله اسلحه الجيش المصري. والنهارده ان شاء الله هنبدا نتكلم عن واحد من اهم الاسلحه المشاه الخفيفه، وهو قاذف القنابل الام 79 او الام 79. ولما نبدأ نتكلم بشكل عام عن السلاح قاذف القنابل ام 79، هنلاحظ ان هو من الاسلحه احاديه الطلقه. طيب بشكل عام يعني ايه سلاح احاديه الطلقه؟ يعني بيضرب قذيفه واحده او قنبله واحده في المره. طيب في اسلحه متعدده الطلقات طبعا، من ضمنها البنادق الاليه والنص اليه، ممكن لما نعمرها مره واحده نضرب اكتر من طلقه. فده الفرق بين الاسلحه احاديه الطلقه وبين الاسلحه متعدده الطلقات. طيب السلاح ده من الاسلحه اللي بتطلق من على الكتف. يعني ايه بيطلق من على الكتف؟ عامل زي الار بي جي بالظبط، ممكن نضرب الصاروخ او القاذفه من على الكتف. وظهر السلاح ده اول مره في حرب فيتنام اللي كانت ما بين الجيش الامريكي وبين المتمردين الشيوعيين، وبسبب التقارير المميزه جدا عن السلاح ده حصل على ارقاب كتيره جدا، منها سلاح الهدم بين الجنود الامريكان. ويقدر قاذف القنابل من النوع الام 79 انه يطلق مجموعه مختلفه جدا من القنابل، زي القنابل ال 40 ملي بما في ذلك المتفجرات المضاده للافراد، يعني المضاده للجنود والمضاده للدخان والمضاده للرصاص. ومن الحاجات المميزه في قاذف القنابل الام 79 انه فضل في الخدمه في عدد كبير جدا من وحدات المشاه حوالين العالم. ودلوقتي هنبدأ نتكلم عن تاريخ قاذف القنابل الام 79، وهنبدأ انه كان ام 79 نتيجة لمشروع اسمه مشروع نبلاك التابع للجيش الامريكي، وكان محاولة لزيادة القوة النارية للمشاة من خلال ان المشاة يمتلكوا قاذفة متفجرة اكتر دقة من اي قاذفة قبلها، وعلى مدى ابعد للقنابل البندقية، وطبعا عشان يتفادوا اضرار القنابل اليدوية ان كان ممكن المفتاح بتاعها يقع او يتفك من غير قصد وتتفجر في الشخص اللي بيشيل القنبلة. وطبعا من مميزات الام 79 انه كان اكتر قابلية للحمل والاطلاق من قذائف الهاون. وبالنسبة لمشروع نبلك 40 اس انتج 46 قنبلة يدوية، بس ما كانش قادر انه ينشئ قاذفة ارضية تقدر ان هي تطلق اكثر من قاذفة او اكثر من طلقة واحدة في المرة. وقدر الجيش الامريكي انه ينتج ويرسل القاذفة دي وقت حرب فيتنام، بس كان بشكل محدود، وكان التصميم عبارة عن سلاح مكشوف احادي الطلقة، وتم تطوير السلاح ده خلال مشروع الاس 5. وبعد حرب فيتنام قدر الجيش الامريكي انه يطور البندقية دي لبندقية بحجم كبير وبرميل اطلاق واحد. ودلوقتي هيبدأ نتكلم عن بعض مواصفات القاذفة الام 79، ولما نتكلم عن نوع القاذفة هنلاقيها من النوع هاون وبلد الاصل الولايات المتحدة الامريكية. وبالنسبة لفترة الاستخدام كانت من بداية عام 1961، والكمية المصنعة من القاذفة كانت 350 الف قاذفة. وبالنسبة لطول البندقية هو 731 مليمتر. وبالنسبة للحروب اللي دخلتها البندقية دي، فهي كانت حروب كتيرة جدا، اهمها حرب فيتنام، والحرب الاهلية الكمبودية، والتمرد الشيوعي في دولة ماليزيا، والحرب الاهلية السلفادورية، وحرب الفوكلاند، وحرب بوغنفيل الاهلية، وحرب افغانستان، والنزاع الحدودي بين كمبوديا وتايلاند، والحرب الاهلية السورية، وازمة ماروي. وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وإن شاء الله الحلقة الجاية أكمل الكلام معاكم عن أسلحة الجيش المصري وبالتحديد عن أسلحة المشاة، وهتلاقوا كل اللينكات بتاعتي تحت في الديسكريبشن. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم.